ونسمع بالحكاية متاع ربي رحمه محمد بوعزيزي. نسمع لي زهير مخلوف زادا حاول يمشي لسيدي بوزيد باش يصور واعتداوا عليه في منتصف باي باش ما تخلصش الصور للتوانسة، خايفين من نهار الأولاني هما يدور للجنة الأمنية وقتها والنظام العالي. هذا اللي نذكره في نهار 17. بعد بداية الأحداث تطور نشوفه في الفيديو خالد عويني شباب سيدي بوزيد الشجاعة شعارات ماشي وتكبر، ولكن الحق نقول لك الواقع حتى بعد أيامات كي سهلونا نقولوا لهم هذه معنى انتفاضة ماهيش ثورة. الأيامات الأولى هي أيامات نتابعوا فيها بقلق شديد باهتمام شديد، نتوقع كونه باش تحرز نظام بن علي، لكن الحق الأيامات الأولى ما كناش نصدقوا كون هذيك هي الثورة التونسية أو هذيك اللي باش تؤدي معناها لإسقاط نظام بن علي. لكن لا معناها الصورة اللي كانت موجودة قبل هي النظام القوي هذايا اللي دخلنا معاه في برشا معارك ونهزمنا، دخلوا ناس قبلنا الإسلاميين مثلا في معركة كبيرة ضده ونهزموا فتصورنا كونه سينتصروا. ولكن جانفي بدات تتغير المعطيات، بدينا نسمع في اخبار ونتسير وشو المعنى كانوا ينهزم. تذكر نهار برشا اللي تابعوا على اي حال يذكروا نهار 28 ديسمبر اجتمعنا مجموعه من المحامين، اجتمعنا حتى قبل هو الحق، وبرمجنا كانوا نعملوا مسيره نتاعنا في الشارع قدام قصر العداله ونظام المهلين في سيدي بوزيد، وكان اهم شيء فيه هو الحدود الامني اكثر من المواطنين. هذا صحيح، فما مواطنين قاعدوا يسمعوا والمحامين. كان نهار يوم الخطابه نهارتها، كان يوم الشعارات، كان يوم زاد اكتشفنا فيه كانوا البوليسيه، اكتشفنا اللي ما يعرفش انا خاطر في معركه معاهم مستمره، فنعرفوا اللي فيهم برشا ناس متقلقين من نظام بن علي، لكن كانت فرصه لغيري انا باش يعرفوا الحق. فرفعت شعارات ضد بن علي من فيها كثير من الجرأه. ردود فعل بعض عوان الامن هي كانت كون يضحكوا، وهذه حاجات غريبه، هذا دل النظام بيدو ضحك في وقت من الاوقات وقت يبدا عون امن ورؤساء وبحذاه تعبر عن غضب شديد، ما هو بيدو حاله انزعاج من الدوره نتاعو اللي هو اكيد مش راضي عليه، دور تصدي الثوره او الانتفاضه واللي هي شو تكون، ودفاع نظام مستبد اللي هم يعرفوه مستبد ويعرفوا عندهم معلومات اكثر، خاصه اللي يعملوا في العمل السياسي والكل يسميهم نحن بوليس سياسي، هم اللي عندهم معلومات اكثر حتى المواطنين العاديين. وريني ضربه شباب، وريني ضربه باش ضربوك نزار باش ما عرفتش. ويوم 31 هذا ديسمبر بالضبط نتذكر، وضرب واعتداء على محامين والمحاميات بعنف شديد، وكان عندهم تعليمات حتى الشاره الحمراء يمنع حملها. شوفوا محامي لابس شارة حمراء يجريوا له، صارت برشا تعليق فيسبوك على الموضوع هذا، معناها يشبهوا نظام بن علي وقتها بالثور اللي عنده مشكله مع اللون الاحمر. نهار 11 الحق شفنا شيء اخر، شفنا قلت لك معناها المساله نتاع تلاعب نتاع بعض السياسيين ربما، وعلى اي حال وقتها فما لا زاد مازلت تصور نظام بن علي باش يقعد الكل. لقينا روحنا في 10 من الناس فقط في مسيره في قلب الثوره. وبدا يضرب وسبان وكلام زايد وكل شيء ونساء ورجال على بعضهم الكل. احتمينا بسفارة فرنسا اللي مشكورة سكرت الباب في وجوهنا، وهذا هو هذا هو نهار 11 وعدنا معناها لدار المحامي، وطبعا عدنا بنقمة كبيرة بأمل كبير خاطر وصلنا لمرحلة وقتها اللي الأمل مازال قائم، مش معناها اقتنعنا 100% بسقوط نظام العلي، ولكن الأمل مازال قائم بفضل طبعا شجاعة شجعان في مختلف مناطق الجمهورية. ووقتها بدأت دخلت حتى الحي تضامن الكل، هذه تطور معناها بدا ينظر بكونه ممكن يصير التغيير هذايا، او لجنه بيدا تنزعج وهو بيدو يحس روحه تخلى عليه الجيش ربما، ما نعرفوش وقت المعلومات راهي كانت متضربه. واللحظه هذه بالمناسبه ما نعرفوش كل شيء اللي صار نهار 14، ما على الاقل نعرفوا بعض الاشياء.